إيه؟ جبنا كل الـ الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم على الصفحة بتاعتنا اللي هي نبض كلينيك، وهنشوف احنا ازاي نقدر نعالج كل الأسئلة اللي بتخص المشاكل البشرة، وخصوصا البشرة الدهنية. النهاردة هنتكلم عليها باستفاضة شوية لأن احنا داخلين على الصيف، ودي أكتر يعني بشرة يعني بتعاني من مشاكل الصيف. أول سؤال يا دكتور هسأله لك على يعني البشرة الدهنية. البشرة الدهنية طبعا انت عارفة الصيف وبنبقى بتزيت والمسام بتبقى واسعة وبتعمل مشاكل بعد كده، حتى المسام دي لما بتوسع بتعبي حاجات كده تراب جوه وبتعمل بلاك هيدز. احكي لنا شوية كده وقول لنا ايه هي مشاكل البشرة الدهنية، وقول لنا احنا ازاي نقدر نقي نفسنا من فترة دخول الصيف كمان. تمام. بصي، هو مبدئيا مفيش حاجة اسمها بشرة دهنية كومبليتلي. يعني هو احنا معظمنا او اغلبيتنا بتبقى بشرتنا مختلطة. الفكرة في البشرة الدهنية ان هو في جزء من الوجه هو اللي بيبقى دهني، اللي هي التي زون، اللي هي منطقة الجبهة والانف، وممكن وهي دي اللي بتبقى بتلمع كده. ايوه، هي دي اللي بتبقى شايني وبتحرجنا في الصور، وبنقعد نمسح الصور بعد ما بنخلص، ايه ده وشي بيلمع كتير. فهي دي بقى البشرة المختلطة، او اللي هي بتميل عليها ان افراز السيبم او افراز الدهون من الخلايا الدهنية اللي في الوش بيبقى اكتر شوية. مشاكل البشرة الدهنية دي ايه؟ دي تي زون اللي انت موجودة عندنا في الصورة هنا بالظبط، هو ده الجزء اللي بيبقى اكتر شايني، هو ده الجزء اللي بيبقى فيه الخلايا الدهنية اكتر، اللي بتفرز الدهون اللي بتخلي الوش يلمع. الفكرة بقى في البشرة الدهنية ان افراز الدهون الزيادة ده المفروض ان هو حاجة كويسة، لان هو ترطيب طبيعي من ربنا، يعني بيحمي البشرة الدهنية من الجفاف، الدهون نفسها. اوكي، بس لما الموضوع ده بيزيد اكتر عن حده، يعني بيبقى اكسسيف او مش بنديله الرعاية الكافية، بيقلب بقى بمشاكل تانية زي الوايت بورز زي ما انت قلتي، زي ان المسام الواسعة دي بعد كده بالظبط الوايت بورز الشكل اللي احنا شايفينه ده، دي يعني مسام واسعة. بالظبط. المسام الواسعة دي بعد كده لو ما اهتمناش بان احنا دي صور قبل وبعد. انت هنا استعملتي تكنيك عشان تشيلي المسام الواسعة دي؟ الفراكشنال ليزر بيجيب نتائج هايلة مع المسام الواسعة. يا سلام. والفراكشنال ليزر ده برضو عليه 20% خصم، مش كده؟ ايوه مظبوط. ومن بعد كام جلسه بيبان ان المسام ترجع تاني؟ الله، بصي الصوره دي. حسب الدجري، يعني مثلا حاله زي دي احنا ممكن نحتاج جلسه واحده بس، والموضوع بيبقى الجلسه يعني البشره بعدها بتبقى سموث جدا، مفيش المسامات الواسعه دي. في حاجات تانيه بيبقى المسامات الواسعه دي انا هنا حاسه كمان ان البشره يعني افتر بقى فيها نوع من انواع النضاره طبعا شويه. طبعا لان احنا كمان يعني الجلسه نفسها مش مينلي للوايت بورز قد ما احنا بنعمل ريسيرفيسنج، ان احنا بنساوي الجلد كله ببعضه، بنعمل كمان تقشير، ففي طبقه من الجلد اللي هي المجهده التعبانه اللي ما فيهاش نضاره دي كلها بتروح، وبترجع بقى بشره جديده نضره ما فيهاش المسام الواسعه دي.